unfortunately see it as an excuse for wobbling or self-doubt, but as a moment for hope and ambition for Britain. A time not to fight against the tide of history. إذن يجب أن نقف أمام عجلة التاريخ ولكن نمضي مع التيار ونمضي نحو المستقبل. هذه هي فرصتنا، فرصتنا لبناء بريطانيا ليس في ظل اقتصاد حر لكن اقتصادا يحقق فيه الجميع النجاح، لأن جميع من شارك في الحملة الانتخابية تحدثت إلى الآلاف وأقول أن هنالك كثيرون لم يشهدوا ارتفاعا في أجورهم ورواتبهم ولسنوات، بل شهدوا انخفاضا في هذه الأجور. وكل هذه الأجور طالت كبار مدراء الشركات وتضاعفت بأكثر من 50 ضعفا. أنا لست اشتراكيا ولا ويشهد علي تاريخي، ولكنني أود رأسمالية أكثر إنصافا لهؤلاء وللجميع، ونحن نستثمر في مستقبل الشباب كي يتسلحوا بالمهارات والقدرات التي توفرها الفرص المتاحة في هذه البلاد. وآن لنا أن نتعلم الدروس من حملة الاستفتاء. نريد للمحافظين بأن يتحدثوا باسم المحرومين وأن يمكنوهم من صعود سلم النجاح ويحققوا تطلعاتهم ويصلوا إلى ما يصبون إليه. هذه فرصتنا لاستعادة بريطانيا ووضعها باعتبارها دولة مستقلة ذات سيادة تضع سياساتها التجارية الخاصة بها. وأقول لكم أنه خلال اليومين الماضيين سمعت من مسؤولين من الهند وأستراليا وسنغافورة وغيرها بشأن هذا الأمر، وكذلك من أصدقائنا في الولايات المتحدة الذين سيكونون في طليعة ركب الدول التي ستتعامل معنا تجاريا. لذلك هذه فرصة لإعادة إطلاق التزامنا إزاء أوروبا وتحقيق السلام والاستقرار في مجالات مشاركة المعلومات ومكافحة الإرهاب وبكل ما يمكن أن يحقق الأمن والسلام لقارتنا. نريد أن نبين للعالم ما هي هذه البلاد عندما نتعامل مع الجميع على قدم المساواة بغض النظر عن أصولهم وخلفياتهم أو معتقداتهم أو إثنياتهم. هؤلاء ينصهرون في بوتقة المجتمع البريطاني كوحدة واحدة. ونحن نحتفي بإسهامات هؤلاء الذين قدموا لهذه البلاد لجعلها أفضل وأكثر ثراء، سواء في لندن أو غيرها من البلدات والمدن، حيث يستطيع أي شخص أن يرتبط بعلاقة زواج أيا كان جنسه. وهذه من إحدى الإنجازات المهمة التي حققها ديفيد كاميرون. هذه فرصتنا لتوحيد حزبنا حول هذه القيم وكذلك توحيد البلاد ومجتمعنا أيضا. ومن المهم والحاسم الآن على صعيد حزب المحافظين بأن نجمع الجميع، من ناصر الخروج ومن عارضه. نريد لجميع النساء والرجال في حزبنا أن يتوحدوا ويمضوا بيد واحدة وبتكاتف نحو مستقبل أفضل لهذه البلاد. ونحن طبعا أنا أتأمل وأتدبر بالتطور الذي شهدته والتقدم الذي شهدته لندن من عاصمة كانت عالقة في الكساد والانكماش الاقتصادي إلى عاصمة رائدة على مستوى العالم. استطعنا تخطي كافة العقبات التي كانت تقيد
تكبل يد الفقراء وتطلق طاقاتهم. نعم، نحن حققنا نموا بنسبة 20%، تعززت المواصلات وانخفضت نسب الجرائم ومعدلات الجرائم في الحافلات، وبنسب كبيرة أيضا قلصنا عدد حوادث السير إلى أدنى مستوياتها. وعندما نتأمل في نسبة أو النسبة المرتفعة للحوادث والجرائم التي تطال الفئات الفقيرة والمهمشة، هذا يدعونا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية على الجميع. نعم، نحن حققنا إنجازات مهمة جدا في قطاع المواصلات والنقل، وفرنا الفرصة للملايين للاستفادة من هذه الطاقات. أيضا قمنا بتحرير حررنا قطاع الإسكان ووفرنا فرص إنشاء عشرات الآلاف ومئات الآلاف من المنازل. وعندما غادرت موقعي كان هنالك آلاف مواقع الإنشاء في هذه المدينة، أكثر من أي وقت مضى. المتنزه الأولمبي أو الحديقة الأولمبية، لو تأملنا في الإرث الذي تحقق هناك أفضل من أي مدينة أولمبية أخرى. كذلك ما قمنا به من استثمارات في رأس المال البشري من خلال مساعدة قطاع التعليم وتوفير التمويل اللازم، والذي وفر أكثر من 200,000 فرصة تدريب للخريجين، وكذلك رفع الأجور للعاملين في لندن. وأفخر بالقول أنه بنهاية عملي ارتفعت نسبة أو معدل الحياة لكثيرين بمعدل 18 شهرا. عندما أصبحت عمدة للندن، كانت معظم التجمعات الفقيرة في لندن، والآن تخلصنا من كل هذه التجمعات تماما. وأنا أقول أنه آن الأوان لأي حكومة بأن تستثمر في البنى التحتية وتسعى لضمان تكرار النجاحات التي تحققت في لندن على مدى السنوات القادمة وعبر سائر البلاد. لا أدعي أن الأمور كانت وردية وجيدة. نعم، واجهنا صعوبات وتحديات في هذه المدينة العظيمة. نعم، شهدنا احتجاجات ومظاهرات وهجمات إرهابية وأحوال طقس سيئة، لكننا كنا نمضي من قوة إلى قوة، وتعززت قوتنا وإصرارنا. London sinking was the headline. Well, I ask you to look at our capital today, still the number one financial center, the greatest tech. ما زالت لندن هي العاصمة المالية الأولى على مستوى أوروبا، وتحتضن كثيرا من الصناعات التكنولوجية المتقدمة. The prophets of doom were wrong then and they are wrong now. أقول إن لندن والمملكة المتحدة ستزدهر وتنعم بالرخاء عندما تخرج من الاتحاد الأوروبي، وعلينا أن ننخرط في اتفاق على عكس الوضع السابق الذي كان يفتح أسواقنا أمام الصناعات والشركات الأوروبية من دون رسوم وضرائب وتعريفات. نريد أن نعيد السيطرة على وضعنا الاقتصادي، وكذلك على نظام الهجرة، نظام هجرة يتسم بالإنصاف والعدالة، يوفر المجال للموهوبين والمتمكنين للدخول والعمل في المملكة المتحدة. This
هذه فرصتنا للتفكير وعلى نحو عالمي مرة أخرى، نرفع ونعلي صوت بريطانيا القوي الذي يتسم بالإنسانية والتقدمية من دون أن يكون القرار في يد سلطة أعلى، ونود أن ننتهز هذه الفرصة لأن نقف مرفوعي الرأس عالي الهامة. هذه هي أجندتنا، أجندة الرئيس، رئيس الوزراء القادم للمملكة المتحدة. وأقول لكم أصدقائي، أنتم من انتظرتم لكلمة الفصل في خطابي هذا، أقول وبعد التشاور مع زملائي وعلى ضوء الظروف الحالية في البرلمان، أقول أن الرئيس الوزراء القادم لن يكون أنا. دوري هو تقديم الدعم الكامل للإدارة المحافظة القادمة للتأكد من أننا نحقق تطلعات الناس ونلبي احتياجاتهم، هؤلاء الذين شاركوا في الاستفتاء، وأن نكون نطبق جدول الأعمال الذي أؤمن به. نقف إلى صف المحرومين والمهمشين في هذه البلاد، وإذا ما حققنا ذلك، إذا ما استثمرنا في أبنائنا وأطفالنا وحققنا لهم مستقبلا أفضل، فإننا سنعزز الرخاء الاجتماعي. إذا ما بنينا على إرث ديفيد كاميرون واستثمرنا في البنية التحتية، وتبنينا نهجا محافظا معتدلا، فإنني أؤمن بأن هذه البلاد تستطيع الفوز وأن تكون أفضل وأن تكون أعظم من أي وقت مضى. أشكركم جميعا على حضوركم هذا الصباح، وأود أن أشكر زملائي في البرلمان على حضورهم وفريقي الكامل وجميع المواطنين البريطانيين الذين دعموا رؤيتنا بشأن بريطانيا عظمى وقوية.